كابتن كريم، الف مبروك الفوز النهارده. شايف ازاي الاول الماتش ومشاركتك النهارده لاول مره؟ الحمد لله. طبعا مش عارف اقول ايه، لحظه بصراحه مستناها من زمان، وكان نفسي ان انا ارجع الملعب بسرعه. والحمد لله اول مشاركه من 8 شهور ونزلت جبت جون. حاسس ان انا الملعب وحشني، وان انا العب بتشيرت النادي وحشني، واشوف الجمهور وحشني. يعني بصراحه احساس مش عارف اوصفه. الحمد لله. الحمد لله. تألق برضه تسجيل هدف النهارده. الحمد لله. الحمد لله. يعني توفيق ربنا كبير جدا النهارده. الحمد لله. الحمد لله. بشكر ربنا وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، الناس اللي تعبت معايا في فتره التأهيل، استحملوني كتير وكانت فتره صعبه، والحمد لله يعني انا بشكرهم على كل حاجه قضوها معايا. وخصوصا يعني كابتن نجار تعب معايا جدا الفتره الاخيره، والدكاتره في النادي وكل الناس اللي كانت موجوده معايا في فتره الاصابه. وبشكر اكرم توفيق صاحبي واخويا، برده كان يعني سند كبير جدا في فتره الاصابه. وطبعا اهلي واخواتي ومراتي وكل حبايبي، الحمد لله انا بشكرهم كلهم. والحمد لله ان انا رجعت الملعب تاني، والحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. هي كانت ظروف، والكوتش يعني كان قال لي ان الماتش لو الظروف كانت كويسه فيه هقدر اديك شويه وتقدر ترجع نفسك تاني وتكتسب ثقه من تاني. والحمد لله كنت قدها يعني، وربنا كرمني بالجون. يعني قول للجماهير الاهلي اخيرا، قول للجماهير انا بشكرهم من اول يوم جيت في النادي لحد النهارده، ناس بتدعمني بشكل متواصل، وبشكرهم جدا بصراحه. واللي كانوا مستنيني من 8 شهور، واول ما جيت حسيت ان هم كانوا وحشيني جدا بصراحه. والحمد لله يعني ربنا يخليه.